يقول سمعت من بعضهم بأن صبغ الشعر حرام وأنا استعملت يعني؟ لأن صبغ الشعر حرام وأنا قد استعملت ذلك مرتين، أفيدونا مأجورين؟ أما صبغ الشعر الذي يرطب الشيب بالسواد فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أخرجه مسلم. وقد وردت السنن الوعيد على ذلك، فقال يكون في آخر الزمان قوم يخطبون لحاهم بالسواد لا أظنه لا يجدون ريح جنة. على كل حال صبغ الشيب بالسواد حرام، وأما صبغه بغير السواد مثل أن يصبغه بلون أدهم بين الحمرة والسواد أو بلون أصفر فإن هذا لا بأس به بل هو مأمور به. وكذلك الأصبغ الأخرى التي تفعلها بعض النساء، إلا أن تكون هذه الصبغة مما يختص به نساء الكفار، فإنها إذا كانت مما يختص به نساء الكفار كانت من التشبه بهن، وتشبه المسلمة بالكافرة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث يدل على التحريم. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. بارك الله فيكم.